نروح بقى على مقر جريدة البوابة نيوز وزميلتنا نورهان طمان اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع، واللي عدد كبير منها الحقيقة يعني منصب بالكامل على المنافسة القوية والشرسة بين محمد صلاح وبين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وطبعا ليفاندوفسكي وغيرهم من نجوم العالم اللي بيتنافسوا النهاردة إن شاء الله على جائزة الكرة الذهبية. اتفضلي صباح الفل عليك، اتفضلي سامعيني. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية من موقع وجريدة البوابة نيوز، وزي ما قلت يا كريم أخبار البالون دور لا صوت يعلو فوق صوت الكرة الذهبية، طبعا في ظل وجود نجمنا المصري محمد صلاح ضمن المرشحين للفوز بالجائزة. وأول خبر معانا من الشروق الليلة، صلاح ونجوم العالم يتنافسون على جائزة البالون دور. من جريدة الشروق زي ما قلت لكم في تقريرها النهاردة سلطت الضوء على اتجاه أنظار عشاء الساحرة المستديرة للعاصمة الفرنسية باريس النهاردة إن شاء الله في حفل زي ما تعودنا طول الوقت نشوف البالون دور واهتمام يعني العالم أجمع بالجائزة اللي بتمنحها مجلة فرانس فوتبول، وطبعا وجود النجم المصري محمد صلاح ضمن الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة يعني جعل اهتمام المصريين أكبر بهذه الجائزة. كمان خلينا نفكركم انه او الشروق ذكرت في تقريرها انه ميسي حصل على اكبر عدد من الالقاب بست كرات ذهبيه، وقالت الشروق انه ميسي في طريقه للحصول على لقبه السابع، وطبعا محمد صلاح نجمنا المصري ونجم ليفربول ايضا في الصوره. وكمان سلطت الضوء عن ابرز المرشحين لهذه الجائزه، ليفاندوفسكي طبعا، جورجينيو، كريم بنزيما، محمد صلاح، كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد. ومن موقع البوابة نيوز ولسه مستمرين معاكم والحديث عن الكرة الذهبية، الثالثة تبتة والذهب يحتاج أبو مكة. البوابة نيوز في تقريرها ذكرت أن محمد صلاح ترشح لهذه الجائزة في ثلاث مناسبات أو مناسبتين، وتم إلغاء المناسبة الثالثة أو الثالثة بعد طبعا تفشي فيروس كورونا في عام 2020. وقالت أنه 2018 محمد صلاح كان في المركز السادس، و2019 صلاح كان في المركز الخامس، و2020 تم إلغاء الجائزة. وطبعا تمنت في تقريرها حصول محمد صلاح على مركز متقدم في ماراثون هذه الجائزة. ومن موقع روسيا اليوم، أسبانيا حاملة اللقب تودع كأس ديفيز بعد خسارتها أمام روسيا وصربيا تتأهل. ودعت أسبانيا حاملة اللقب كأس ديفيز لتنس الرجال بعد خسارتها من الاتحاد الروسي أمس في العاصمة الإسبانية مدريد، وكمان قالت أن السويد وصربيا حصلوا على مركز أفضل يعني حصلوا على يعني أفضل مركز تاني ومن ثم تأهلوا لدور الثمانية. وآخر أخبارنا من جريدة الأخبار، انطلاقة قوية لكأس العالم للبلياردو. وسط إجراءات احترازية مشددة استقبلت مدينة شرم الشيخ أمس منافسات وانطلاق كأس العالم للبلياردو. في طبعا احنا متعودين ان مصر قادرة على تنظيم البطولات الكبرى حتى في أصعب الظروف، يمكن في عز السنوات اللي دول كبيرة كانت بتعتذر عن تنظيم بطولات كتير في طبعا ظل تفشي فيروس كورونا، إلا أنه مصر كانت قادرة طول الوقت على تنظيم هذه البطولات. ويمكن الأخبار ذكرت في تقريرها أنه الانطلاقة القوية لكأس العالم للبلياردو هتضفي بثمارها على السياحة لمدينة شرم الشيخ. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع البوابة نيوز، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة نورهان طمان على هذه التغطية الصحفية المتميزة.